بإذن الله رب العالمين. كابتن علاء، ألف مبروك. النادي الأهلي النهارده قدم عرض جيد جدا. النهارده كان أداء ونتيجة. وده المهم يعني، كان طبعا ان شاء الله تبقى بدايه، على فكره بدايه العروض كويسه ونتائج كبيره بس انت دايما تتكلم عن الاداء والنتيجه، بتربطهم دايما مع بعض عشان النادي الاهلي. في الاخر انت في الاخر جماهيرك بتدور على كده، يعني ممكن جماهيرك تقبل نتائج نتائج نتائج، بس في وقت انت برضو عايز اداء، انت مش انت فريق النادي الاهلي محتاج الاثنين، فما توصل للمعادله دي يبقى انت في قمه عطائك على فكره. يعني الفرق الكبيره دايما قمه عطاء ان هي بيعمل اداء كويس او نتيجه كويسه. الهدف ده طبعا يوريك مدى الشراسه الهجوميه والنزعه الهجوميه عند النادي، لعيبه النادي الاهلي، وكم واحد موجود في داخل الصندوق داخل 18 عند في فيوتشر. يعني الهدف ده، الهدف ده الاول هو، بص ده المفتاح، بص الشراسه اللي موجوده عند لعيبه النادي الاهلي والتصميم ان هو عايزين هدف وهدف بدري. وانا عايزك تشوف يا كابتن لو الكره دي اتلعبت الثاني، بص صلاح محسن بيحطها، قفشه كان فين؟ بص قفشه كان فين يا كابتن؟ بص وبعدين راح فين؟ بص انت كام واحد بقى؟ بص ومحمد مجدي خدها من قدام واحد كمان، فاهمني؟ بالظبط. يعني طبعا التكمله خدها من قدام عبد القادر، وهو مصمم. بص يا ايمن، واضح من البدايه انت مصمم على حاجه النهارده، تصميمك وروحك والنزعه الهجوميه اللي عندك، واللي هو انا النهارده ناوي على حاجه. دايما يعني روحك، تصميمك، تركيزك هو ده المفاتيح بتاعتك. النتيجه دي مش بتاعتك انت تسيبها، لكن صح، هي سبحان الله. بص انت النهارده كل حاجه بتعملها تمام، واضح انت مركز قوي، نزعه هجوميه جدا، شراسه في كل حاجه، فربنا كمان مثالها لك كويس قوي باربعه، ممكن كانوا خمسه وسته باداء على فكره. انت مش سارق الماتش النهارده، المباراه مع احترام الكلام الفيوتشر ما فيش غير فريق واحد في الملعب، هو فريق النادي الاهلي. مظبوط. دفاعيا وهجوميا وفي انتشار واستحواذ وتسديد واهداف واضاعه اهداف وضغط، كل حاجه النهارده معموله تمام. فالنهارده بدايه، يعني انا ما بحبش اهول الامور قوي. النهارده عايز اقول بدايه للنادي الاهلي ان شاء الله، ان هو يبقى ده يبقى الشكل بتاعه، ده شكل ادائه، ده شكل الانتشار في الملعب، ده النزعه اللي عنده، دي شخصيه النادي الاهلي. دايما هو شخصيه النادي الاهلي بتبان من اول ما بحكم بيبدا صفاره البدايه. عشان كده كان واضح النهارده النادي الاهلي، لا يعني النادي الاهلي متفوق يعني دايما في بوادر كده او شواهد يا ايمن، شواهد النهارده ان انت بدايتك مطمئنه، بدايتك كويسه، حتى بعد الهدف ده، حتى بعد الكره دي. بص معلول، صحيح، هما البدايه، بص يا ايمن، البدايه النهارده بتقول في شكل جديد، في روح جديده، في تصميم جديد، الرساله وصلت من الاخر. الرساله وصلت للعيبه، وصلت من الجماهير، وصلت عن طريق اداره، وصلت عن طريق الكابتن محمود، وصلت عن طريق سيد، وصلت على اللعيبه، طريق اللعيبه الكبار. في تهاول، في مش ده مش النادي الاهلي، ده مش نادي النادي الاهلي، انما هم نفس اللعيبه. ايوه، هم اللي كانوا بنتكلم عليهم الاسبوع، اصل عندهم مجهدين، ما فيش اسمه مجهدين، ماشي، بس انا لو مجهد وعايز ابقى كويس وادوس على نفسي روح عاليه بيبقى ده شكلي. لكن هم نفس، ما هو المجهد ده اللي طلع كويس مع الخط. أيوة. هو معلول. المجهد ده عبد القادر اللي التغييره نزلت فرقت، يعني تغييره طاهر، سبحان الله، عبد القادر ابداع النهارده، برغم ان المباراه بتاعته ممتعه. أيوة. وهدفين وواحده في القائم، عامل كل حاجه في الكوره النهارده. فهو هو ده شكل النادي الاهلي. مش عايز مبررات، مش عايز اقول اصل انا مجهد، مش خلاص. الجماهير تقبل منك مجهد مره واثنين وثلاثه، ماشي، هتوافقك عشان النتائج نوعا ما كويسه. لكن لما تيجي مرحله زي اللي قبل المباراه دي، انا مش قابل منك الكلام ده، خلاص مش قادر اقبل. وهم كان حتى جماهير اللعيبه مش عايزه تدي مبررات للجماهير، عايز تقول ايه؟ طب عايز اسالك سؤال، هل الفتره ما بين الماتش اللي فات والماتش ده ادت اريحيه بعض الشيء لفرقه التوقيت، الوقت نفسه؟ يعني انت فات اسبوع بالنسبه للعيبه النادي الاهلي في الوقت ده، اكيد طبعا كويس جدا. أكيد. جدا. وانا عجبني مستر جاردون، هو اللي لغى الاجازه، كان عايز اجازه لغى، لان هو اكتر واحد عايز وقت. انا قلتها حتى كنت بتكلم مع عادل، هو اكتر واحد محتاج وقت، مش عشان يمرن، هو عايز يتعرف على اللعيبه، عايز يحاول ينقل بعض الافكار، هو واحده واحده، عارف اللي بيتحسس الطريق كده خطوه خطوه، بيحاول ينقل الكلام، بيحاول ينقل فكر. مثلا النهارده الحاجه اللي عجبتني النهارده، في ضغط في الملعب حلو قوي، ضغط كويس جدا، ضغط فرد وضغط جماعي،
في روح كويسه، في كميه جري كويسه، هو حتى بص انفعالاته دي بتنفع معانا، في كثافه عدديه كبيره في ال 18 كل حاجه دفاعيا وهجوميا كمان. يا ايمن انت ما عندكش مشكله يعني صح. كل هجمات فيوتشر النهارده انت قاعد حاسس ان هي مش مؤثره، لان انت دفاعيا انت زياد عدديا في الدفاع واقف كويس قوي، ما عندكش مشاكل كتير، الكره واحده بس اللي طلعها علي معلول، حتى الهجمات اللي جت في الشوط الثاني لا. لكن انت بص النهارده كمان يحسب لك حاجه مهمه قوي، انتشارك في التلت الاخير امتياز. بص الهدف ده كمان يعني بص كم واحد انا عايز تقف وبيشوطها مع محمد مجدي اللي قبل دي والنبي اللي قبل دي كمان، يعني عايز بقيه الهدف الاول هوريك كام لعيب من النادي الاهلي جوه ال 18 عند فيوتشر، ما كانتش بتحصل يا ايمن. صح يا كابتن، بتلاقي العدد ده بالكثافه دي اللي هو انا بص الجاي. بص بص هو كابتن بص ديت. بص المنظر بص عرضيه بس اقف هنا اقف هنا اقف هنا عايز اقف هنا بس 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 اقف هنا 1 2 3 1 مكمل هو كمان كويس. كل لعيبه النادي الاهلي هم ليهم الافضليه على الكوره، لان كل لعيبه فيوتشر بص بيرفع الكوره يعني بالزبط. يعني عمر كمال المفروض يبقى هو هنا بس طبعا هو هيصه فداخل هو مش شايف ايه اللي بيحصل انت فاهمني. وبصوا حسام حسن يا كابتن كمان يعني زي ما بتقول الروح الروح بص هات الكره دي تاني وحسام بيجيبها اللي هو يتزحلق ويعمل الباصه دي كمان. بصوا حسام كان فين يا كابتن؟ بص هو حسام النهارده في 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 اختبارين، اختبار شخصي واختبار مع الفرقه كفرقه. النهارده فريق الاهلي بيقول لا احنا موجودين، بس حسام عنده تحدي لوحده صح. انا عايز ابقى موجود عايز ابقى موجود يا اما اسجل اهداف يا اما بادائي وروح الهيئه اللي عملها النهارده. فهو النهارده يعني لما تسالني يقول لك لا من نجوم المباراه حسام حسن ما سجلش لكن لا عامل مباراه ممتازه. فالنهارده بدايه حلوه لشكل النادي الاهلي الفتره دي ان شاء الله. صح. ريكاردو اعتقد النهارده اكتر واحد فرحان بالنتيجه مزبوط. اكتر واحد فرحان بالاداء اكتر من الجماهير كمان صح. كل مدرب بيحب يدخل على فريق مش عايز المباراتين اللي فاتوا ايوه اداء تعبان واللعيبه مجهده وهو مش قادر ياخد احسن حاجه من اللعيبه. لكن لما هديوا شويه في مرحله الاسبوع دي اعتقد كانت مفيده جدا ليه هو اولا واللعيبه. حتى لما بيقول حاجه كان اسامه دايما بيقول لك اما بنيجي اما تيجي تكلمني وعايز انفذ وانا تعبان انا مش بنفذ، ما انا مش اله، ما انا في الاخر انا بني ادم محتاج يبقى الذهن ده هادي وجسمي مستريح كويس قوي عشان اقدر انفذ. فواضح ان الخمس ست ايام دول لا فرقوا معاه طريقه كلامه في استيعاب اللعيبه في الحاله البدنيه للعيبه الراحه أيوة. نفسيه الراحه كمان هدت قوي مزبوط. فانت كنت محتاج الاسبوع ده فالاسبوع مزبوط. ده جاء بفايده تمام الحمد لله لعيبه النادي الاهلي. يعني عايز اقول طبعا مبروك النهارده احتفال حلو قوي اخر يوم في العيد و4 4 0 على فيوتشر ومفروض فريق كبير وكان هو ربع يوم العيد وربع اربعه كويس العيد الجديد مش خمسه كانت كبيره شويه. لكن مبروك النهارده واتمنى المره الثانيه ايمن ان شاء الله تبقى دي البدايه بدايه ثلاث مباريات مهمين جدا. عندنا واحده النهارده الحمد لله بنتيجه واداء، عندك مباراه مهمه جدا مع بيراميدز وعندك النهائي مع الزمالك. ففتره مؤثره قوي في 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 شكل الموسم كله. فبتمنى صحيح. ان شاء الله النهارده تبقى بدايه كويسه. لكن الف مبروك واللعيبه كلها ومبروك النهارده ريكاردو طبعا هو اكيد مبسوط جدا. وقبل الناس كلها ببارك لجماهير النادي الاهلي وبقول لهم دايما وجودكم هو بيعمل الفرق مظبوط صحيح.